السلام عليكم، معكم مكنوش محمد نسيم طولي، جي 36 ans. بلوبار تاع لافامي تاعنا كاع يخدموا في لا طولري. عرف لنا المهنه ديالك. المهنه ديالي هي تصليح صدامات السيارات، فيها بزاف لي برونش، باغ اكزومبل فيها لا فروا دي تيلي الشوك، ما فيهاش كيما يقولوا احنا خدمه وحده تخدمها. كيفاش نتعلموا المهنه تاع الطولي؟ المهنه ديالي تعلمها عن طريق لي ستاج تاع 6 mois ولا حتى العام، ولازم تكون تحبها الميتي هذا، لازم تكون تحبوه باش تعلموا. سي با زان ميتي تدخل تخدموا بين ليل ونهار، يفو باسيونتي باش توصل للمبتغى اللي راك حاب تلحق له. وشنو هي الادوات اللي يستعملها الطولي؟ لي زوتي اللي نستعملهم في الخدمه ديالي، ما تقدرش، ما عندناش انسوليتي باسكو شاك فواتور واش دوموندي. فواتور جات تبريق، لازم لك لي ماشين تاع سيمونيزاج، لازم لك لي سيراميك. باغ اكزومبل الطوموبيل جات فيها صدمه، عند تستعمل فيها تيراج، كل حاجه واش دوموندي، فيها بوكو دو ماتيريال. وشنو هي الميزات اللي لازم تكون عند الطولي؟ الحاجه الاولى اللي تكون عند الطولي سي بيان يكون سيريو، يكون انسان سيريو في خدمته ويتبع الجديد في الخدمه هذه. لا طول تقدر تكون حياتك، تديك على دارك، تديك على شغالاتك، كي تدخل فيها خلاص تديك. وشنو هي المشاكل اللي تواجهك في المهنه ديالك؟ في لا كولور، دي فوا لي كولور ما يطيحوش في الخدمه، كاين دي فواتور جدد دام يخرجوا لي ميزاجور ما يدخلوش تم للجزائر، جو دي ديفيكولتي بوغ اريفي لهذيك لاتينت هذيك، مشاكل مع لي كليون وي افيك دي مانياك، كروسا جديده يشوف فيها دائما ديفو، يشوف دائما ديفو يقعد له في راسه، شغل يونجيستري دون سا تيت، يكونوا في الجيران يهبلوك على الستاسيونمون، الخدام ما يجيش، دي فوا خدام تحسب انت بروغرام تشوف فيها بروغرام تدخل للكراج ما تلقاهش. شحال يخلص الطولي؟ لو طولي لا با ان سالار فيكس، كاين دي فواتور تخدمهم بسوما وكاين دي فواتور تخدمهم بسوما، تسمى تو بو غاني 20 تو بو غاني 10. واش يقولوا الناس على المهنه ديالك؟ لي طولي يكذبوا، بروميير دي شونج شغل يكذب في الوقت، الناس يبوزو لي لا كيستيون، يقول لك زعما لا فواتور تاعي تقول لي ديها في سمانه، ديك لو با لا فواتور تروح لا دوزيام سومان، والناس ما تفهمش هكذا، قلت لا طول هي تحكم فيك، تقدر تخلص في ثلاث ايام، تقدر تخلص في سمانه، الكوموند، برون لي كوموند، ولو طولي يخسر الوقت، لو طولي يربح الوقت يربح دراهم، يخسر الوقت يخسر دراهم. كيفاش تطور المهنه تاعك؟ المهنه ديالك سهله، تطورها عن طريق دوك كاين اليوتيوب، شوف اليوتيوب باسكو يحطوا لك تكون حاجه جديده، دي ميزاجور جدد تاع لي زوتي ولا تاع لا فروا ولا تاع لي ستراج، لي برودوي سيراميك، يدخلوا بريميرمون تشوفهم في اليوتيوب، تقدر ديروا دي ستاج في ولايه دالجي، عندك بتي ديبلوم تروح تجوز ستاج تاع اون جورني، هنا تروح تشوف لي ميزاجور تاعك معاهم، لي نوفو برودوي اللي يدخلوا للجزائر. كيفاش اثرت فيك المهنه ديالك؟ هذا الميتي حبيته شغل كنت صغير كنت نحب لي فواتور، كنت نحب شغل الكراج نحبهم، شغل شوي باسيوني لي فواتور، كي ندخل لكراجي شوي كونتون، شوي كونتون دات مو، شغل نعرف بلي انا وين وصلت.